طيب استاذ احمد، يعني على سبيل المثال امتحانات الثانويه العامه قربت، يعني الجمهوريه دايما كان بيبقى ليها باع في مساله الثانويه العامه دي. ومازال ناويين تعملوا ايه؟ هتقدموا خدمه ايه للقراء في الثانويه العامه؟ عايز اقول لك ان ده جزء من تميز الجمهوريه الحقيقه، يعني وده جزء من الحاجات اللي انا شغال عليه مع الزملاء. بيصفروا المتفوقين بيتهيألي. بيصفروا. طبعا صح كده. فده جزء من من التميز اللي في الجمهوريه الواحد بيحاول ياكد عليه. ولانه بالفعل انا اكتشفت كمان لما تبقى في قلب المطبخ غير لما تسمع من بره، لكن في قلب المطبخ لا، ده منطقه التعليم والثانويه العامه والامتحانات ديت عند الجمهوريه ده في قتال عليها في المحافظات طبعا. والناس حريصة عليها جدا وأولوية أولى. عشان كده أنا دي المنطقة اللي أنا يعني تميز لازم تزيد تميزها. الحاجة التانية كمان على فكرة أستاذ أحمد، الرياضة. الرياضة جداً. طول عمر الجمهورية متميزة بالمنطقة الرياضية وليها باع طويل فيها. صحيح التناوب بتاع الرياضة لازم يبقى مختلف دلوقتي في ظل وجود قنوات وأدوات أخرى ابتديت بشكل لحظي، لكن في النهايه تظل نجوم التحليل الرياضي بالظبط، يعني الاهرام الاستاذ حسن المستكاوي، الاخبار الاستاذ فتحي سند، لو انا نسيت حد قولوا لي، الجمهوريه كان الاستاذ محمود معروف. طبعا صح بالظبط. وبالمناسبه يعني مثلا الاستاذ محمود معروف وكل كبار كتاب الجمهوريه انا لقيت منهم كل دعم وكل ترحيب. استاذ محمود معروف حضر اجتماع اول اجتماع ورحب واتكلم مع الناس ان احنا لازم نساعد هذه التجربه كل الزملاء. يعني عايز اقول لك انك انت في جو مش مختلف عنك، مش غريب عنك، بيديك طاقه اكتر عشان تشتغل اكتر وتحاول تنجح اكتر. اذا كان عندك رغبه انك تنجح فلما دخلت المكان زادت الرغبه دي وتضاعفت، لانك لقيت جو بيدعمك ولقيت هيئه واقفه وراك. طبعا في صعوبات بتواجه الصحافه القوميه، وانا دايما بقول الجمله ديت انه الصحافه القوميه والاعلام القومي هو اول من تعرض لحروب الجيل الرابع لافقاد المصداقيه بينه وبين المواطن. وده كان هدف اشتغل عليه سنوات علشان يخلى الساحه للاعلام الماجور والاعلام الذي يستهدف دوله مصريه. مهمتنا الحمد لله خلال السنوات الماضيه سواء اعلام قومي سواء القنوات المتحده، ودي مش مجامله، لا لعبت دور كبير جدا في عوده هذه الثقه وهذه المصداقيه مره اخرى، وقدرنا نسترجع مره تانية المواطن وعقل المواطن انه يسمعنا ويقرانا ويشوفنا وبالتالي يرى الحقيقه ويرى الواقع. دايما اللي بيجي يهاجم الصحافة القومية في دخلة كده بتبقى محفوظة، يعني ان هذه صحافة تمول من دافع الضرائب ومن المال العام للدولة، وان ما يعني ما حدش مستفيد فيه. اكيد كلنا سمعنا هذا الكلام وكلنا بنسمع هذا الكلام وبنعمل عند دافع الضرائب لخدمة دفع الضرائب، وبنعمل عن دفع الضرائب يعني خدمة دفع الضرائب في ان يعني احنا التنوير والتثقيف وحماية عقله وفي بعد تاني ايضا. احنا لما ابتدينا اتكلمنا على الاهرام ككيان اقتصادي والاخبار ككيان اقتصادي وازاي المؤسسات دي او الشركات الاقتصادية دي هدفها خدمة النشاط الصحفي، احنا لو اتكلمنا وده رقم تقديري مش رقم احصائي، بس انا اذكر انا كنت اجريت حوار مع المهندس عبد الصادق الشرباجي من سنة تقريبا الصحافة القومية المؤسسات القومية بتتحمل 65% أو 70% من تكلفة النشاط. بالظبط. من تكلفة النشاط الصحفي بتتحمل 65% أو 70% من النشاط الصحفي، والدولة تساهم 30% وقريبا يا استاذ احمد وقريبا النسبة دي احنا يعني الخطة هتتراجع علشان تتراجع ال 30% دي تتراجع. وده كان اول تكليف من المهندس عبد الصادق. ما تقولوا يا جماعه لا ما انا بص اصل احنا ايه بص يا استاذ احمد لا ما اصل انت هنا حضرتك انت يعني انت حضرتك رئيس تحرير روزا اليوسف بجد مهم في حضرتك جزء من التغيير لو حاجه انت حضرتك جزء من الخطه ساعتين على المهندس عبد الصادق قال لي كل الدعم كل الدعم كل الدعم ما سمعتش كل الدعم دي خالص لا لا انا كده بص يعني هو ده جزء يعني العدد ال 5000 ده عدد تاريخي بمعنى الكلمه بمحتواه بفكرته بالانسيرت اللي هو الدشت
اللي هو للعدد العدد رقم واحد العدد الاول للمجله. فدي كانت فكره صحفيه. استاذ احمد عايز اقول لك على حاجه، انت بتتكلم عن روز عن مصور 100 سنه السنه دي، روز اليوسف 100 سنه، بتتكلم على الاهرام 80 سنه، 80 سنه الاهرام 154 سنه. لو سمحت لي في النقطه دي احنا يمكن دي بعد استاذك. فانا انت بتتكلم عن مؤسسات مش طالعه النهارده، هي مؤسسات ليها تاثير وليها كمان تواجد في الفكر المصري، وياما ده يعني قضايا كتير جدا وملفات كتير جدا اتفتحت وافكار كتير جدا طلعت من هذه المؤسسات القوميه. اتنين، ان كل المؤسسات النهارده شغاله ازاي تطور قدراتها وازاي تطور مواردها، وده على فكره ده تكليف من الهيئه، انه حتى رؤساء التحرير النهارده مش مجرد انه بس بيشتغل مهنه فقط، لا ده ايده في ايد الاداره، لانه لازم ننجح مع بعض، لازم ننجح مع بعض، وده شغلنا وكل زملائنا الصحفيين، لانه ده كمان كان جزء من فكره الاستهداف الصحافه. الصحفي ما ملوش علاقه، لا الصحفي كمان ما هو ده بيت اكل عيشك، ده مكانك، فانت لازم تساهم بقدر ما تملك في انك انت تطور مدخلات هذه الوسائل.